أكدت الجمارك الموريتانية صباح اليوم على غرار مثيلاتها بالدول الأعضاء في المنظمة العالمية للجمارك العيد الدولي للجمارك الذي يصادف 26 يناير من كل سنة. وقد تم تنظيم حفل بهذه المناسبة بميناء الصداقة تميز بحضور العديد من الشخصيات الوطنية الهامة وأفراد الجمارك الوطنية. 26 يناير من كل عام هو العيد الدولي للجمارك والذي يخلد هذه السنة تحت الشعار تحليل المعلومات خدمة لفعالية تسيير الحدود. وعلى المستوى الوطني تميز تخريد الجمارك الوطنية لهذا اليوم بتنظيم حفل تحت إشراف الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد محمد والكمبو إلى جانب المدير العام للجمارك اللواء داهو للمامي. يتم التركيز على هذا الشعار بالنسبة للجمارك من حيث الأولوية في المنطقة. تحتفل جماركنا على غرار عموم الأسرة الجمركية العالمية اليوم كما هو الحال في كل سنة باليوم العالمي للجمارك، وأنتهز هذه الفرصة أيها الضباط وضباط الصف والوكلاء يقدم لكم أصدق التهاني بمناسبة هذا الحفل البهيج، كما أهنئكم على ما حققتم من إنجازات متعددة. وبخصوص المحاصيل الجمركية، ورغم أزمة مالية وظرفية إقليمية خاصة فقد حققتم بل تجاوزتم بنسبة معتبرة التوقعات، فهنيئا لكم على ذلك. وبخصوص النسخة هذه السنة من عيد الدولي للجمارك الذي يعقد تحت شعار تحليل المعلومات لضمان شفافية وأمن الحدود، فإن انتقالكم الناجح إلى أحدث نسخة من نظام سيدونيا الذي هو سيدونيا ورد مثل دفعا قويا لبعض أوجه تسهيل وتدقيق وتسريع الإجراءات الجمركية التي تشكل في حد ذاتها أحد أهم أهداف كل جمارك عصرية سبيلا إلى استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية بغية المساهمة الفعالة في النمو الاقتصادي للبلد. المدير العام للجمارك وفي كلمته بالمناسبة أبرز الإنجازات التي حققها قطاعه رغم الأزمة المالية العالمية ودلالات ومضامين شعار هذا العام. إن اختيار المنظمة العالمية للجمارك هذه السنة لشعار تحليل المعلومات خدمة لفعالية تسيير الحدود ليعكس مدى إدراكها لأهمية استغلال المعلومات في إطار تسيير الحدود كسبيل للتعاون بين مختلف المصالح العمومية من أجل التصدي لكل ما قد يشكل تهديدا للاقتصاد أو الأمن أو الصحة العمومية. إن تسيير الحدود وتحليل المعلومات المتاحة لا يمكن أن ينسينا الدور الاقتصادي الذي تقوم به الجمارك، وفي هذا الصدد فقد واصلت جماركنا مهامها التقليدية المتمثلة في جباية الحقوق والرسوم الجمركية ومحاربة الغش ودعم المصالح الوطنية في مهامها. أيها الضباط وضباط الصف والوكلاء، لقد تم بفضل من الله وجهود كافة عمال الجمارك والمتعاملين معها خلال السنة المصطرمة رغم أزمة اقتصادية عالمية ألقت بظلالها على اقتصاديات دول العالم دون استثناء تحصيل مبلغ 155.8 مليار أوغية بزيادة قدرها 20.4 مليار أوغية مقارنة مع سنة 2015. وعلى مستوى حماية منتوجنا الزراعي كثفت الجمارك من جهودها طيلة السنة المنصرمة من أجل محاربة تهريب مادة الأرز، كما واصلت جهودها من أجل محاربة تهريب جميع المحظورات إلى أسواقنا الوطنية. وقد قامت في هذا الإطار بحجز كميات معتبرة من بعض هذه المواد. وعلى مستوى تقنيات المعلومات والاتصال تم بنجاح الانتقال إلى نسخة سيدونيا وورد منذ 4 يناير 2016، وقد مكن هذا الانتقال من وضع تطبيقات معلوماتية خاصة استحدثت بيانا للشحن عند التصدير ووثيقة ترقيم السيارات وإذن المرور بالنسبة للسيارات المملوكة من غير المقيمين في البلد. ويطلع قطاع الجمارك بمهام متعددة الأوجه من أهمها الجباية التي تتمثل في تصفية الرسوم الجمركية
والتأكد من شبايتها من طرف الخزينة العامة، وأكد حماية النسيج الاقتصادي من خلال مكافحة التهريب وحماية المنتوجات الوطنية بصورة عامة، بالإضافة إلى مهام أمنية تتمثل هي الأخرى في التصدي والبحث عن كل ما من شأنه أن يهدد الأمن والصحة العمومية. وتساهم مداخل الجمارك بشكل معتبر في الميزانية العامة للدولة.